يوقف لانت ولا هو سولان ولا هو. انا كبير هنا خليهم اهم كبير هنا تقول لهم اهم. خلص حبيبي ترشح نفسك تاك مدير. اي اكيد ارشح نفسي. خلص يا حبيبي ما حد قال لك لا اقعد هناك يمهم. انتبه ترى انا سوينا هنا على زين. يلا 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 عادل انسحبت. اي انسحب. لا شباب من يرشح اخوي عادل؟ بس بندمون. الموضوع لو يرجع لي لا انت ولا هو كفو. بس يلا من يرشح سمسم لقيادة إدارة الباص؟ انا سمسم. انا عايز. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. من يأيد بودويش لقيادة الباص؟ نعم بودويش. بودويش. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. صار تعادل. انت من ترشح؟ يعني اثنين هم ما يستحقون هالمنصب. يعني اثنين هم لازم ترشح واحد. انا لا 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 حبيبي لازم ترشح واحد. لازم تفصل ما بينهم. لازم عادل يا كلام بعد شقه. يلا ترى متوقف عليك يا ابو كيان. شكل السالفه مطاوله. انا اشوف انا ايه يعني ابي لا كيان. انا اشوف يعني ايه. بس لا تدخل فيها ابو كيان. ترى سالفة اخوة ما اخوة ترى عيب عليك. انتبه يا ابو كيان. شوف الاصلح. يعني انت الحين تدخلت في كذا وانا قلبي يحن. ايه قلبي يحن. يحن على ابو دويش. انا ما اقدر فيه. دقيقة. يعني انت رشحت ابو دويش؟ ايه الفائز بادارة الباص ابو دويش. استريح يا اخوي سمسم. استريح يا اخوي سمسم. ما اقدر استريح. انا مبدا استريح. اخوك تهدى. انا ما تهدى. ايش فيك انت؟ انت بصاحي. انت من عقلك. انت من عقلك. سويمي اسمعني. انا ترى مو زي بقية الشباب. بس قلت لك يماي. اسمعني يا حبيبي يماي. تكفون لا تمسكني. هو شات يماي. خلصت. محمد شوف لك حل معه. من اللي مخوفك؟ محمد انا اقول لك. انا كلبك. عندك اللي مخوفك. ما يبونك غاصب يا ابوي غاصب. اي انا لا اسير المدير هنا. غاصب. انا اسير المدير. انا اسير المدير. اسمع حبيبي احنا انتخبنا بديش. ما يصلح. لا عاد انت اللي تصلح يا ماي. يا لا طمان. مع ان بودويش فاز برئاسة الباص كلامه مسموع. واضح؟ تفضل اخوي بودويش تفضل. السلام عليكم. ايه بودويش حبيبي انا اقول من مكانك مو مناسب. راح من هناك عشان يصير افضل. هذا اول الرأس. بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله عليك. حصل. سام يا بودويش. سام يا بودويش. سام
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه شوي شوي. الله يستر. الثلاجة دي بنت الرز مأكولات ومشروبات للبيع للبيع للبيع. ايه لا يبقى ليش للبيع تعدول راح اشوفك ياخذ كلامك ما بشغلك ما بشغلك ما بشغلك عصير واحدة 7 ريال وربع. لا يبقى ما يا بدويش بدويش تعال ابيك تعال 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 ابيك تعال 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 ابيك تعال 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 ابيك تعال. اذا بغيت تثبت شخصيتك في الباص والكل يسمع كلامك عليك بكبير القروب. شوف ابو محمد اثبت شخصيتك على ابو محمد الكل يحترمك. شوي بما علمتكم النقطة الثانية فهمتوا؟ محمد نعم سواقتك تصير سواقة أوادم شكلك مو بعجبية شنو بك تغزم صبغة؟ صبغة بأسود ثالثا أصبغ شنو؟ هل شوف ثالثا بنروح نوديك بنعدل لك دروسك بنخلي دروسك زي ربيعا اسمع ربيعا تسوق فينا ليل نهار فهم؟ وإذا ما فد فيك ترتيب كم توي جاب 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 انت اول شيء انا اللي بقولك محمد 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 ما يصير عيب عليك يا ابو محمد الرجال مدير مدير الباص انا ما بكلمك انت ابو محمد الثاني شوف توزع الأسرة اللي ورا للنوم عشان ما يصير مشاكل. تعال بيك تعال. إيه تفضل. تعال. سريري ذا. اسمع اسمع. دويش. دويش اسمع. أقرا رقم الثلاجة. زجران خلى منه. خلى منه. إيه واللي تحته أخوه عشان لو طاح زجران يطيح على منه. يطيح على أخوه. وأنا يا أبو دويش خليه السرير الأخير ذا تحت المكيف عرفت؟ أيوة وانت خلك جنبي يا بدويش عشان أطي يلا راح أفزع بس تويني تعتربي طبعا نحب نوزع لكم الأسرة سامي وزجران سامي وزجران حياكم أخوي أخوي زجران حياك أخوي بكيان انزل تحت أنا هنا تحت تعال يا بكيان تعال تعال استلم سريرك طجران زين أمورك طيبة مين هي؟ لا موفق لا وبعد خلينا بعد الاخوان جنب بعض يعني انت هنا زجران فوقك شنو؟ شنو مفصحين انت؟ طجران تعال شنو؟ اصبر بعدين تشكيله اصبر طجران حطيناك من عشان المكيف على طول يضرب عليك عرفت؟ ايش يصير انا فوق انا ترى شايب لا غير ما يمديني بينا صعبه بينا لا لا يبا ترقى فوق انت بغص من عليك انا ابي هالكرسي ده يا ترقى فوق يا ما في سرير ايش فيك انت فيكم انتم مجانين ما صاحين ترقون ذي فوق تحط لي عجبك انه ولا يبا تنام في الارض شيف شيف انا كلمه يا ابو دويش كلمه محلك ذا احنا سميناه باسمك ما يصير ما يصير ترقد في الارض خلاص انت هنا ما بفضل مع كيفك مع كيفك والله ما بفضل انت بات شوي شوي انتبه ابراهيم اللي يخك علينا اصبر 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 بس تعود الحديد تعود الحديد بس بس خلنا نشوف تعود الحديد والله صدق تعوج والله صدق تعوج من وين والله صدق تعوج نأجل توزيع الأسرة إلى السفرة القادمة إن شاء الله. شوفوني كذا يا شباب
نعلن لكم إن شاء الله بإذن الله أول سفرة لنا راح تكون لبيت الله الحرام مكة المكرمة إن شاء الله خلال إن شاء الله خلال هذا الأسبوع راح نعطيكم التوقيت. طبعاً وزع وزع بدويش وزع. يلا يلا وزع عليهم وزع عليهم وزع عليهم وزع عليهم وزع عليهم وزع عليهم. يلا بدويش يلا يلا. زين لا تذبح لا تذبح اخذ 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 لا تموت علينا اخذ 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 اخذ.